السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في هذه المرة سوف نحاول أن ندردش عن فكرة الذكاء العاطفي الذي هي التسمية العلمية لهذا النوع من الذكاء مع ضيفتنا لونا. أهلا وسهلا لونا. أهلا كريم. هذه المرة الثانية اللي نعمل فيها فيديو مع بعضنا. احنا هوني في هذه الفيديو كل واحد بش يطرح وجهة نظره حول ما يسمى الذكاء العاطفي واللي انا سميته الذكاء النفسي. طبعا هذه التسمية انا اميل اليها، وطبعا لم يتم تسميته بالذكاء النفسي علميا، لان تعرفوا ان العلم المادي او العلم التجريبي هو علم لا يؤمن بفكرة النفس والروح. طبعا هذا قبل 50 سنة وقبل 30 سنة، ولكن التغيير الذي وقع فيما يسمى علم النفس وعلم الاجتماع خاصة في بداية 1980 أصبح علم النفس هو علم أقرب للتجربة وأقرب للواقع، ولكن يبقى بعيد كل البعد على ما يسمى العلم المادي أو العلم التجريبي. طبعا هذه المشاركة الازدواجية هدفها الأساسي إعطاء أكثر من رأي ووجهات نظر مختلفة. طبعا احنا كلنا مناش معناتها على نفس الطريقة في التفكير، كل إنسان له معلوماته، كل إنسان له أحاسيسه، كل إنسان له تجربته الخاصة، وهذا الذي يحدث الاختلاف. وكما يقال معناتها في المثل ان اختلاف الرأي لا يفسد معناتها في الود قضية، خاصة عندما يتعلق بالعلوم النفسية والحسية والنظرية بخلاف معناتها العلوم المادية التي هي نوعا ما مش ما نقولوش 100% ثابتة بالتجربة والمشاهدة الفعلية. كما نقول أنا دائما قد نتفق نسبيا في وصف الأشياء الظاهرية المادية، ولكن من المستحيل أن نحس بنفس الطريقة. كما يقول الفيلسوف المنسي، أنا أسميه الفيلسوف المنسي، عندما قال معناتها قولته المشهورة رغم اللي هو لم يترك شيئا مكتوب، ولكن نقل عنه كثير من أفكاره التي وصلت إلينا، عندما يقول عندما نفكر نفكر كلنا بنفس الطريقة، ولكن عندما نحس كل إنسان يحس بطريقته الخاصة. وطبعا كما يقول علي أو ما نسب لعلي، أعقل الناس من جمع عقول الناس في عقله. نرحب مرة أخرى بضيفتنا لونا. أهلا وسهلا بك على قناة تعلموا دير الرب. ما نعرفش كان تقول لنا معناتها عندما نقولوا لك الذكاء العاطفي او الذكاء النفسي شنو يكون ردك؟ بعتقد قبل ما اقول رايي في شيء مهم كثير لكونك صاحب هذه القناه ومتبني قضايا انسانيه عم بتحاول انك تشرحها وتوضحها من وجهة نظرك. أنا في عندي سؤال في البداية حابة أسألك عنه، وهو أنه بالنسبة لتعريف العلم النفسي للذكاء العاطفي، الحقيقة العام جوجل يعني لما بتحط بتعمل بحث عن هذا الموضوع بتلاقي في مئات الإجابات إذا مو ألاف، لكن بعتقد أنه كوننا نحن هون في هذه القناة بهمني أعرف من خلال مشاهداتك الحياتية وتجربتك الشخصية مفهومك عن الذكاء العاطفي مقرون بأمثلة حياتية بسيطة جدا لكل حد ممكن يدخل على القناة يلفت نظره العنوان ويحب يكون ما عنده فكرة أو عنده فكرة، أو حتى متابعينك الشخصيين، بأنه يحاول يفهم بعض من أبجدية الحياة من وجهات نظر شخصية مختلفة، لأنه بالنهاية من خلال هذه الدردشة اللي عم نعملها أنا وياك هو بالنهاية مثل ما قلت دردشة، لا هي أستاذة ولا استسقاف ولا أي شيء. فمهم كتير أنه نبدأ من عندك
وفيما بعد سأعطيك وجهة نظري، لأنه مهمة لإلي لابني عليها، هوني عم بتحاور معك، فأنت المعني لي هلأ. اوكي، صحيح ان عندما نتكلم على الذكاء العاطفي او عندما نريد ان نبحث عن هذا النوع من الذكاء سوف نجد مئات والاف المقالات والفيديوهات بكل اللغات تتكلم على ما يسمى بالذكاء العاطفي، لكن احنا كما قلت انت في هذه القناة لا نريد ان ننقل ما هو موجود 100%، وإنما نلخص ونعطي فكرة. وأهم شيء، أهم شيء أنا دائما أقول، الفكرة ليس مهم، معناتها الفكرة بحد ذاتها، وإنما الأهم مدى إحساسنا ومعايشتنا لهذه الفكرة الذي تأخذ طابع خاص لكل إنسان، وهذا الذي يجعل التنوع. طبعا ونحب نعمل ملاحظة، معناتها دائما يقول معناتها الأخ والرب جوجل، أنا شخصيا عندي وجهة نظر حول جوجل، يعني بين قوسين، إنه لا ينقل لنا كل شيء، وخاصة معناتها حسب تجربتي في مجال اللغة العربية. مع الأسف كثير من الكتب، طبعا احنا الدول، كل هذه الدول ما يسمى المتكلمة بالعربية، هي أقل الدول في الترجمة ونقل المعرفة، يعني أقل دولة. تصور مثلا معناتها اليونان اللي هي دولة صغيرة تترجم 10 مرات أكثر من كل الدول المتكلمة بالعربية مع بعضها، ترجمة قليلة خاصة في المجال العلمي. والخطأ الثاني، هذاك علاش أنا دائما أنصح، أنه راهي اللغة العربية في عصرنا الحاضر غير كافية للأصول للمعلومة، وخاصة المعلومة العلمية، لأن الترجمة قليلة، وإن تم الترجمة مع الأسف يتم إخلاطها بالدين الإسلامي. ولهذا معناتها عندي مقال كتبته، عندي مدة، عندي أكثر من 20 سنة، أقول فيه حرروا اللغة العربية من أغلال الدين الإسلامي. طبعا أنا وقت باش نعطي معلومة على ما يسمى بالذكاء النفسي أو الذكاء العاطفي، باش نعطيها على حسب تجربتي وعلى حسب معرفتي. ولكن في البداية لو تسمح، أنك قبل البث معناتها ذكرت قصة من القصص الذي تجسد فكرة الذكاء العاطفي، لو سمحت يعني كان معناتها للمشاهد أو المستمع إنك تقول له هذه القصة. هي قصة الحقيقة كانت موجهة ضمن مجموعة اسمها المجموعة الخيالية للأطفال، هانز كريستيان أندرسون الدنماركي، واللي كتبت في عام 1800 وسامسينج. هي معنونة باسم ثياب الإمبراطور الجديدة. الحقيقة لما كنت عم بتقلي انه نحكي عن الذكاء العاطفي اجت ببالي، هي قصة لا شك انه الجميع بيعرفها، ودائما الكاتب عندما يكتب لا شك ان لديه هدف، يعني لديه مقولة بالنهاية. المقولة قد تأخذ منه 10 صفحات او 400 او حسب مخيلة وامكانيات الكاتب. لكن الشيء اللي ما حدا بينتبه عليه بانه كتاب المختصين الحقيقة واللي اشتهروا من خلال كتابة للأطفال، كانوا عملياً هن عم يشتغلوا على الذكاء العاطفي لهذه الشريحة من المجتمع، لأنه الذكاء العاطفي الخام وأول ذكاء يملكه الإنسان هو الذكاء العاطفي، واللي بيبقى موجود وبيعيش فيه طفولته الإنسان، وبيبدأ معه من العمر 0 ل3 سنوات، وفيما بعد ببلش بيتطور وبياخد أنواع أخرى من الذكاء. هذه الحكاية أولاً بتحكي عن سحر وقع الكلام والتأثير على الوعي الجماعي تعقيباً على حلقة سابقة، وبالوقت نفسه على الذكاء الاجتماعي العاطفي.
القصة بشكل سريع بأنه مدينة مرتاحة يحكمها إمبراطور، هذا الإمبراطور يهوى الثياب بل هوسه في الثياب، وفي كل دقيقة يغير ملابسه ويعيش في خزانة ملابسه أكثر ما يجلس في الديوان. والحقيقة المدينة في حالة اقتصادية مريحة بحيث ليس هناك قضايا تناقش، حتى يأتيها خياطان للمدينة ويتكلموا عن إمكانياتهم الخاصة في نسج قماش ساحر عجيب لا يراه إلا الأذكياء، وبالتالي الذين هم أهل لمناصبهم. فهذه الفكرة أعجبت الإمبراطور وطلب منهم أن يحكوا له ثياب من هذا القماش الساحر العجيب ليرتديه في المناسبة القادمة. وبدأت المدينة جميعا يتكلمون عن هذا القماش وفي انتظار وشوق لرؤيته على جسد الإمبراطور. وبالنهاية نتضح بعد أن طلبوا الخيوط الحريرية الجواهر والذهب لتزيينه، وبدأوا يعملوا ليل نهار على النول لإنهاء هذا الثوب. وكان كل مرسال يأتي لا يرى شيء، ولكن لأنه لا يريد أن يعني صفة الغباء على نفسه أو عدم استحقاقه، فكان يمدح في هذا القماش إلى اليوم الذي جاء فيه موكب الإمبراطور. وعندما مشى الناس جميعا اندهشوا، ولكن كل فرد لم يصرح بأنه ليس هناك ثياب، وإنما بدأوا يبدون الإعجاب والمديح حتى خرج من ضمن هذه الجموع طفل وقال مندهشا: يا عمو أنت طالع عاري، مانك لابس ثيابك، مش خايفة حالك من البرد؟ وهنا وقعت الطامة، ولكن جاءت الحقيقة من هذا الطفل. هلأ لما الواحد بيقراها بيضحك، أنا شخصيا لما قريتها وأنا صغيرة ضحكت كتير، بس هي كتير عملت في خيالي، لكن لم أفهم الحقيقة العمق إلا بعد أن دخلت الحياة وبدأت أن أدخل في تجارب حياتية مع البشر، وبدأت أعرف كم نحن غير واثقين من نفسنا. لذلك لا نستخدم ذكائنا العاطفي، وإنما نستخدم الذكاء الاجتماعي والحياتي، وأي شيء يتناسب مع موروث وجدناه حاضر ويجب أن نتبعه، بالإضافة إلى الرقيب السياسي، وبالتالي مات تماما الذكاء العاطفي. يعني المجتمعات تنظر إلى العاطفة على أنها نقطة ضعف، وأن أحكامك إذا كانت منطلقة العاطفة فأنت إنسان ضعيف، وسيحكم عليك من الآخرين بأن تكون ساذج. ليه؟ لأنه ما عندك ذكاء اجتماعي، ما عندك ذكاء حياتي، وإنما أنت عايش كالأطفال بذكائك العاطفي. هذا الذكاء العاطفي اللي نحن بنعطيه نستخف فيه الحقيقة، هو لا يمت بصلة للذكاء المادي، ولكن لولاه أو نتيجة الاستغناء عنه أصبحنا نعيش في مجتمع المادة. وحتى في المجتمعات الشرقية، يعني كل ما تحدثت في العوامل النفسية والأمراض النفسية يبتعد عنها الناس، ودائما يلصقون بالمجانين. علما كل العباقرة كانوا مجانين على فكرة. ليه؟ لأنه كان عندهم القاعدة الأساسية المنطلقين فيها هي ذكاء العاطفي، اللي من ضمنه والشيء المهم هو الحدس، أو كما يقولون، يعني نحن عندنا كلمة نتداولها إنه أناني، لكن فعلا هذه الكلمة هي مانا كلمة واحدة، هي كلمتين، هي أنا نية، أنا نية. وكل إنسان، لا أحد يعرف نوايا الآخر إلا الإنسان ذاته، والنية مرتبطة بالذكاء العاطفي الغير مصرح عنه. أو يعني لما بتكون عندك حالة عاطفية تجاه شيء، فأنت بتحاول تلبسها مثل ثياب الإمبراطور، ما يعطيها الشكل والبرستيج المناسب لكي يتقبلها الآخر ويقتنع فيها، وبالتالي تحقق مآربك منه وهو يحقق مآربه منك، وحالة مستمرة وتموت الحالة العاطفية فيها. هذا هيك بشكل سريع أنا أعطيتك اللي بدور بذهني، وطبعا هلأ بإمكان حضرتك تتعلق على ما قلت. اوكي شكرا. رغم اللي انا معناتها شخصيا اني اعتبر نفسي يعني العاطفه
بعد هالعمر كله ما حقت لي حد شيء، يعني العاطفة شيء يعني مدمر، رغم اني عندي معلومات يعني لا بأس بها فيما يخص هذا النوع من الذكاء، ولكن خاصة في المجتمعات متاعنا، ليس في المجتمعات متاعنا، أنا دائما أركز على المجتمعات متاعنا لأني أعتبر اللي احنا في حضيض كل الأمم، يعني احنا في الدرك الأسفل من الحضارات وبعيدين كل البعد على مشاركة الإنسانية في تطورها. فأنا سوف أقدم يعني الفكرة كما أعرفها، وكل إنسان يفهمها كما يريد. وكما قلت إن البحث في الذكاء العاطفي في جوجل موجود، ولكن لربط كل الأفكار والخروج بملخص أو ما يسمى سنتاز للموضوع هو الأمر الصعب. طبعا التسمية العلمية لهذا النوع من الذكاء هو الذكاء العاطفي، طبعا لمن يريد أن يبحث ويتعمق، لأن لو يبحث عن الذكاء النفسي سوف لا يجد كثير من المعلومات، ونحن نعلم أن محرك البحث جوجل يعتمد اعتمادا كلي على الكلمات التي تختارها في البحث. إذا يمكن لأي إنسان أن يتعمق في هذا الذكاء، من هو معناتها مهتم بهذا الموضوع، فليضرب على جوجل الذكاء العاطفي. طبعا الذكاء العاطفي يختلف كليا على الذكاء المنطقي أو الذكاء الفكري، باش نكون أكثر تحديد. أما ما نطلق عليه الذكاء العاطفي، لأني أؤمن بتركيبة الموجودات، ليس الإنسان فقط، أنا لا أفرق بين موجود وموجود، وإنما الموجودات تختلف في درجة الوعي ودرجة استعمالها لجانب من الجوانب الداخلية الحسية اللي في داخلها، بين مثلا النبات والحيوان والحجر، كلهم تركيبة واحدة، وكل موجود هو بحد ذاته يعني قائم بحد ذاته. احنا نعرف اللي معناتها على حسب التوجه او ما يسمى اسلوب الفكري الذي اعتمده دائما هو الاسلوب الغنوصي في تعريف الاشياء، وطبعا كل ايديولوجيه وكل دين وكل فكر له قواعده الخاصه. الاسلوب الغنوصي دائما يعتمد على ما يسمى بالتركيب لكل موجود، فأعتبر أن الإنسان أو أي موجود في هذا الوجود مركب من نفس وعقل وطاقة، بمفهوم طاقة ليس بمفهوم الروح الديني، وجسم مادي طبعا وجسم أثيري، هذا هو تركيبة الأشياء الموجودة في هذا الوجود. والشيئين الذي في هذه التركيبة الذي يمكن أن ننسب إليه صفة الذكاء هو بين قوسين العقل والنفس، رغم أنني أعتبر أن الذكاء لا ينسب إلا للنفس، لأن العقل ما هو إلا أداة من أدوات النفس لا أكثر ولا أقل، ولكن أقر أن النفس التي بالنسبة لي هي المصدر الأساسي من العدم والقادمة من العدم لها أنواع مختلفة من الذكاء، وهذه الأنواع التي أعتبرها مختلفة تعود إلى نفس التركيبة. فهناك النفس التي مرتبطة بالجسم، لهذا يمكن أن نتكلم أيضا على الذكاء الجسمي، وهناك النفس المرتبطة بالروح لهذا أو بالطاقة، ولهذا يمكن أن نسمي أيضا الذكاء ذكاء الطاقة. ولكن أهم الأشياء الذي معناتها تعتمد عليها النفس في الذكاء، والذي يمكن أن نراها ملموسة في وجودنا في عالم الوجود المادي، هو الذكاء النفسي والذكاء العقلي، ولكن نحن في هذه الفيديو سوف نتكلم عن الذكاء العاطفي أو الحسي، الذي كما قلت يطلق عليه في عالم النفس وعلم الاجتماع الذكاء العاطفي. إذن هنا عندنا موضوع متكون من كلمتين، ذكاء وعاطفي، ولكن يجب أن نوضح أن الذكاء العقلي ليس له علاقة بالمعلومات، يعني يمكن أن تكون لك معلومات كثيرة ولا تملك الذكاء العقلي،
نفس الشيء بالنسبة للعاطفة، يمكن أن تكون عندك عاطفة قوية وإحساس قوي، ولكن لا تملك الذكاء العاطفي. يعني المعلومة والحس ليس لهم دخل بالذكاء. الذكاء يمكن أن يكون له دور كبير في قيمة أو كمية المعلومات التي نملكها، أو في قيمة المشاعر والأحاسيس الذي عندنا، ولكن ليس له دخل مباشر بالذكاء. الذكاء مصطلح يشمل ويتضمن القدرات المتعلقة بالتحليل الصائب. هذا هو مفهوم الذكاء. وتناخذ كلمة الذكاء وحدها، هي عبارة على كيف تحلل الأشياء لكي تتوافق أقرب شيء ممكن للواقع. فهي صفة تختلف من إنسان إلى إنسان، هذه معناتها حاجة متفق عليها، ولكن لا يمكن القول إن هناك شيء أو موجود أو إنسان معدوم الذكاء. فكل إنسان عنده ذكاء في جانب معين. إذا أنا ضد فكرة إن إنسان غبي 100%، سواء من ناحية الفكرية أو من ناحية العاطفية، ولكن تجد أشخاص يستعملون الذكاء بتاعهم في جانب معين دون الآخر، وهذا اللي معناتها يخلي قوة الإنسان في التواصل مع بعض والاستفادة من الآخرين. إذا عندما نقول إنسان غبي، لا يعني أنه غبي في كل المجالات، كما أني عندما أنا نقول جاهل في بعض المجالات لا يعني أني غبي في جميع المجالات. لكن لازمنا نعرف أن الذكاء، هناك نوعين من الذكاء، هنا الذكاء ما يسمى الخيري، وهنا الذكاء الشري، أو ما يسمى بالذكاء الذي نسميه ذكاء، وبالذكاء الذي نسميه أيضا مكر. يعني فما هناك ذكاء مكر، يعني تنجم تكون ذكي ولكن لا تخدم مصلحة الخير، وإنما تخدم مصلحة الشر. نفس الشيء بالنسبة للجانب العاطفي، يعني يمكن أن تكون ذكيا عاطفيا لكي تخدم الخير، ويمكن تكون ذكي عاطفيا لكي تخدم الشر. كما ذكرت في القصة بتاعك، السحرة اللي عملوا الثوب للأمير هم أذكياء، لأنهم تركوا الناس الآخرين يعترفون أن هناك ثياب، رغم أن ليس هناك ثياب، فهم استعملوا المكر في مسألة الثوب بتاع الأمير. طبعا لونا، أنا ماذا بيا ناخذه بالنقطة بالنقطة، وبش معناتها ما يكونش كلام معناتها مسترسل لي إلى الآخر، وتعطينا وجهة نظرك على هذه النقاط اللي ذكرتها فيما يخص الذكاء العقلي والذكاء العاطفي، ومفهوم الذكاء بمفهوم الذكاء الخيري والذكاء الشري الذي هو المكر، وطبعا عكس الذكاء سواء العاطفي أو العقلي هو الغباء، وإن الإنسان ليس هناك إنسان أو شيء في هذا الوجود غبي 100%، وليس هناك شيء أو موجود أو إنسان ذكي 100%. لو تفضلت. أنا إذا بدي أحكي عن الذكاء العاطفي، لازم كل اللي عم بيسمعنا يسمح لي إنه أدخل في نفسيته وأتحدث مع الطفل اللي فيه، لأنه هذا الطفل لازم نعرف إنه موجود في داخل كل إنسان على وجه هذه المعمورة، والطفل هو الأذكى من كل الشرائح العمرية، لأنه هو لما نخلق خام ونحمل كل المتناقضات بأوجه، يعني مكتملة. نحن بنخلق كاملين، ما عندنا مفهوم النقص، والنقص يبدأ عندما تبدأ الموروثات تحت أي تسمية، هذا الموروث الاجتماعي أو الديني المحكوم بالقانون، سواء كان ديمقراطي أو ديكتاتوري. هون نتحول من ذكائنا الخام
الكامل الذي يجب أن يحكم الإنسانية، لأنه الذكاء، ونقول الذكاء يعني الفكر، ونقول العاطفة يعني القلب. فالقلب والعقل هما شيئين ضروريين لأي بني آدم في هذه الحياة، ولا يمكن الفصل بينهم. ما لازم يصير تفوق واحد على واحد، لأنه هون بيصير في خلل بالنظام، النظام الكوني. لكن وبالذات المجتمع الشرقي، على فكرة المجتمعات كلها متشابهة سواء كانت غربية أو شرقية. نحن دائما في الشرق عندنا فكرة إنه الغرب هو أحسن مننا وسابقنا بخطوات كثير. لا 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 لا، ما نسابقنا في شيء أبدا، مثلنا مثل. ليه؟ لأنه الدكتاتورية والديمقراطية هما وجهان لأب واحد. هذا الأب بنت زوجها وهي صغيرة، ما راحت على المدرسة وما تعلمت، فالتهت إنها تكون مرة، مش زوجة ولا سيدة، وإنما مرة بتجيب أولاد وبتربي وبتطبخ وبتكنس وبتعمل. والتانية راحت مدارس، ومدارس بتحكي لغات وتعلمت وصار عندها منطق ثقافي بكلمات منطقات. فالتانية بتحكي بالأمثال الشعبية، والمثقفة بتحكي بكلمات منطقات، خليني أقولها، أو هي مثقفة والتانية جاهلة. هدول هنن المجتمع الشرقي والغربي، والمجتمعين هن المجتمعات مادية. المشكلة إنه نحن بسبب الإحساس المادي أو الإيجو أو الأنا، صار في بيناتنا، صار في بين العاطفة والعقل أبعاد. نحن من دايما بنسمع إنه الأبعاد هي ثلاثة بالنسبة إلنا، وضافوا له بعد رابع قالوا عليه الزمان، وأحيانا بيقولوا عليه المكان. لكن هن بس مش هدول الأبعاد. في أبعاد كتيرة، في أبعاد لغوية، في أبعاد دينية، في أبعاد تاريخية، في أبعاد جغرافية. هذه كلها عوامل بتساعد على بناء الإنسان وبناء ذكائه العاطفي. هن شيء ما منفصل. اليوم نحكي عن الذكاء العاطفي، نحن ما عم نحكي عن ذكاء واحد من مجموعة الذكاء. هو شيء موجود لأنه يجمع العقل والعاطفي، يجمع العقل والقلب، ما منفصلين. بس فصلناهم، فإذا نحن أصلا مفصولين عن الروح. نحن ناس عايشين للمادة تبعنا، كل شيء يخدم المادة نشتغل عليه، وما يخدم المادة للأسف هو المفهوم العام. يعني وقت بيقولوا لك إنه الحب تعريفه هيك، فكلياتنا لأنه مبرمجين صرنا بحكم الموروثات، فصرنا كل شيء نبرمجه على هوا الداتا اللي دخلت في راسنا لما نحن عم نكبر. هاي الداتا بتبتدي من الأم، فالأب، فالأخوة، فالأقرباء، فالجيران، فالشارع، فالمجتمع، فالمدينة، فالبلد، فا 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 فا. نحن مشكلتنا بالذات في المجتمع الشرقي، مجتمع مادي كثيرا وروحي قليلا، قليلا كثير. ليه؟ لأنه نحن ما عندنا تصالح ما بين العقل والقلب. بتلاقي عقلك بيقلك إنه لازم تعمل هيك لأنه المنطق العام بيقول هيك، بالوقت نفسه وانت عم بتناقش نفسك بيقول لك قلبك، بس يا أخي أنا ماني مرتاح، ماني مبسوط، ماني حاسس حالي، بس يلا بدي أعملها مشان ما أكون نشاز. خاف خاف أعمل أي شيء مشان الأحكام اللي تطلق علي. طيب أنا ما بيهمني، ما بيهمني الأحكام، طالما أنه عندي إيمان بذاتي بأنه قادر على أنه أعمل أثر في حياتي. أنا ما جيت أكمالة عدد، أنا جيت لغرض مهم، فلازم هذا الغرض حققه. حتى لو على صعيد مش قادرة، ما عندي هذه السلطة ولا عندي القوة ولا عندي المادة يا أخي، بس عندي رحم عم جيب منه أولاد، لك هذا أهم مشروع بقدر أعمله. عم جيب 7 أولاد، معناته أنا ممكن أخلق منهم 7 أفكار، 7 أشخاص يجسدوا معنى الإنسانية. ما يعني هذا ما حدا بيقدر يعمله، وما حدا بيقدر يتدخل فيه، ولا حدا بيقدر إذا أنت كنت إنسان حر. لكن لما نحن بنحكي بالحرية، بنفكر إنه الحرية هي إنه واحد يلبس من يجيب والثاني يبوس الثاني الوحدة بالشارع. يعني مفهومنا للحرية مفهوم كتير سطحي. الحرية مسؤولية، مسؤولية عظيمة جدا جدا جدا. وهذه الحرية إذا لم يكن هناك توافق في الذكاء العاطفي اللي هن يجمعوا العقل والقلب، فإذا أنت مانك حر. لو عشت في أمريكا اللي هي بلد الديمقراطيات، مانك حر. ليه؟ لأنه أصلا أنت عبد
لكل هذا الشيء اللي موجود قدامك واللي عم تتبعه بشكل مبرمج. ما عم بتفكر حتى انه في عم تقوم بثوره. قبل ما تطلع بثوره على الشارع، ادخل لشوارع ذاتك واعمل ثوره على حالك. انا هيك بفهم الذكاء العاطفي. اما كل ما قيل وكتب وفسروه وعملوا دير، انا كلهم بحطهم على راسي وبحترم كل الناس، والناس كلياتها هي على فكره افضل مني، لانه انظر لي لنفسي على اني جزء من هذا التراب. يمشوا علي الكل ما عندي مشكله، لطالما انا عندي ايماني بذاتي، انا مرتاحه لابسه حالي صح. هذا الجسد لابسته بطريقه مرتاحه وعندي هارموني ما بين عقلي وقلبي. الناس شو بتقول علي ما بيهمني، لكن بالنهاية يوم اللي عم بدخل عليهم بذكائي العاطفي قد يستغلوني ويقولوا علي ساذجة، ولكن في أي وقت أنا برجع لهم رح لاقي في احترام. لما قلت هذيك المرة الاحترام فوق الحب، ما كان قصدي شيء إلا أنه الاحترام أهم من الحب. أنا ما بدي حب أمي وأبي لأنهم أمي وأبي، بدي أحترمهم كأشخاص في الحياة وقديش ان عطوني. ويوم طلعت انا على الحياه قديش في تقارب ما بين اللي علموني اياه واللي قادره امارسه بالحياه بدون ما افقد نفسي كي اكسب الاخر، لانه المهم انه اكسب نفسي، ومن يكسب نفسه صدقني يكسب الاخرين. هذا رايي ببساطه وتواضع جدا. المهم يعني معناتها راي محترم. طبعا اي انسان يقول الراي بتاعه كما متعودين في الفيديوهات بتاعنا ديما. واحنا في هذه الفيديو باش نحاولوا نكونوا معناتها محدودين في مسألة الذكاء العاطفي ولا نخرج على الموضوع لكي تكون الإفادة أكثر. أعود للنقطة حول مسألة كلمة الذكاء قبل أن نتكلم عن العاطفة. قلنا إن عكس الذكاء هو الغباء، والذكاء هناك نوعين من الذكاء. هناك ما يسمى الذكاء الخيري الذي نطلق عليه ذكاء، والذكاء الشري الذي نطلق عليه مكر. أما فيما يخص العاطفة أو الحس، هي مجموعة من المشاعر قد تكون منطقية وقد تكون غير منطقية، لا يهم، لأن المشاعر عندما تصبح منطقية تتحول إلى أفكار يمكن أن نعبر عليها ونعرفها ونستطيع أن نعبر بها للطرف المقابل. ولكن هناك كثير من المشاعر تعتبر غير منطقية لأننا لا نقدر على التعبير عنها، لأنها يعني مازالت محدودة في شخصنا. وإحنا في الحقيقة نقول أننا تعرفنا على كل المشاعر البشرية، ليس صحيح. هناك احنا معناتها كبشر منذ ما كنا يعني في عالم الغابة او ما يسمى عالم الحيوان كانت عندنا مشاعر، وهذه المشاعر قاعدة تخرج واحدة تلو الآخر مع تطور الإنسان، وما زالت فينا إلى الآن. كما ان الأفكار لم تنتهي، هناك أفكار سوف يكتشفها الإنسان في المستقبل، ايضا هناك مشاعر لم تصل إلى درجة ان تكون فكرة لكي نعبر عليها، ولكن نحس بها في الداخل. هذا هو المقصود المشاعر الغير منطقية، لأن لم تجد المجال للتعبير عنها. وللعلم دائما ننطلق كما قلت لكم من القاعدة التي نبني عليها الفكر الغنوصي، وهي الازدواجية كمرحلة أولية والتي تتفرع إلى ما لا نهاية في الأزل. من الصعب حصرها كلها في منطق واحد، ولكن نستعمل المصطلحات الفكرية أو الكلامية لكي نحددها، ويمكن نقلها وفهمها من طرف الإنسان المقابل. أكيد هناك أحاسيس، كل واحد فينا عنده أحاسيس يعني خاصة به، يمكن الطرف الآخر ما يعرفهاش ويمكن نكتشفها بعد مدة، وهذا هو التطور الحسي. لأن هناك فما توازي، وهذا معناته في علم النفس، أنه فهناك توازي بين ما يسمى التطور الفكري والتطور العاطفي من أول ظهور البشرية على هذه الأرض، وهذا التطور متوازي ودائما. العاطفة، وهذا الكلام أنت قلته، أن العاطفة تسبق الفكرة.
علم النفس يعتبر ان سيد كل العواطف او المشاعر هو الخوف. هذا الحس الذي نطلق عليه الخوف واللي مفهمش انسان ما يعرفوش، هو المصاحب لكل الموجودات من الازل العدمي الى الازل الحالي المادي، ان صح التعبير انه ازل. اذا على حسب نظام الازدواجيه الذي يحكم الوجود العدمي والمادي، وكلاهما يعني الوجود العدمي والوجود المادي كلاهما كامل مستقل بحد ذاته وغير محتاج كل واحد منهم للآخر، ولكن الكل يمثل الوجود الكلي كما تقول الغنوصية، كل شيء كامل وقائم بذاته وغير محتاج إلى الآخر لأنه هو يمثل الكل الكلي للوجود. ولكن هنا موجود مشكلة كبيرة في التعريف. لونا مشكلة في التعريف، لماذا هذه كل الخلافات الموجودة في التعريف والنقاش والكلام؟ يعود هذا الاختلاف نجم نحصرها في أربع زوايا مهمة. الزاوية الأولى الجانب أو الزاوية الذي ننظر منها للأشياء، فالزاوية تغير وجهة نظرنا ووجهة حسنا لأي شيء. الحالة الثانية والتي هي مهمة هي الحالة النفسية أو العقلية الذي يكون عليها الشخص وهو في حالة حس، فيختلف إنسان يكون في حالة غضب أو في حالة فرح، يعني هذا الحالة النفسية اللي نكون عليها هي اللي تخلي تعابيرنا تختلف. طبعا احنا نحاول باش نقولوا هذا الكلام باش معناتها نفهموا للمستمع ان كل فكرة وكل تعبير إلا وفيه جانب من الحقيقة، سواء من ناحية النفسية للمعبر أو من ناحية الزاوية الذي موجود فيها الشخص أو نظرته للشيء. أما العنصر الثالث الذي يغير في التعبير وفي الإحساس هي المعرفة الفكرية أو ما يسمى المعرفة الحسية. إنسان عنده معرفة كبيرة أو عنده إحساس كبير طبعا ينظر الأمور بخلاف لشخص آخر. وطبعا العنصر الرابع والذي هو يعتبر الأساس والمهم هي اللغة، اللغة التي تعتبر الإطار الفكري للمعلومة، ليس كما أتكلم بالعربية كما أتكلم بالفرنسية كما أتكلم بالهولندية كما أتكلم بالإنجليزية، اللغة هي الإطار الفكري للتعبير. إذن احنا هوني معناتها وصلنا عرفنا مفهوم الذكاء وأنواع الذكاء وفهمنا يعني وعرفنا ما يسمى بالعاطفة التي هي أحاسيس يعني تكون في الداخل فينا، بعضها تعتبر منطقية لأن استطعنا أن نعبر عليها، وبعضها تعتبر مبهمة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك لأن لم نستطيع أو لم نقدر أن نعبر عليها. هذا هو المقصود بالإحساس الغير منطقي. ما نعرفش كان عندك رأي في هذا الموضوع. هو وجهة نظر طبعا وأنا بحترمها كثير. طبعاً. تعقيبا على موضوع الخوف أنه هو أكثر عاطفة بتحكمنا، الخوف ما هو عاطفة؟ الخوف هو رد فعل مكتسب، والدليل أنه الأطفال لو تركتهم بالغابة بأن بيتفاعلوا مع كل شيء حواليهم بدون حالة خوف أبدا. يعني لو طفل قاعد ومرت من جنبه ثعبان ممكن يمسكه ويضحك ويلعب فيه بدون ما يكون عنده ردة فعل خوف. والأطفال دائما بتصير عندهم ردود فعل بالبكاء دليل على أنه هن صار عندهم ردة فعل البكاء، يعني مفكر أنه هو حالة خوف وما هو خوف. وبيكون الطفل قاعد مع بالغ فبتمرق فارة، فالبالغ بيخاف بنط، الطفل الصغير بينعدى منه فبيبكي، لكن هو لو كان لحاله وبتبرق الفارة من قدامه ما حيخاف، رح يتعامل معه عادي كتير وكأنه هي كيان مثله. فالخوف هو منه فطري وإنما هو مكتسب، سببه الظروف الحياتية اللي تفرضها عليك والعوامل اللي أنت بتعيشها، فبتحس إنه في عندك مصادر
هي خطرة إلك، وبالتالي مواجهتها بتشكل عندك حالة خوف أو حالة تحفز أو هي وجهة نظري أولا. أما أنا بالنسبة للكلام بأنه اللغة هي ضرورية للتعامل مع بعض والتفاهم مع بعض، أنا دائما بسأل حالي لو مثلا هالعزلة اللي فرضوها علينا بكورونا، لو فرضوا بدالها إنه ممنوع الكلام، إنه في مرض إذا الإنسان تكلم بيصيبه فيقتله، فلو فرضوا على الناس إنه يسكتوا لمدة شهر ويضلوا عم بيتعاملوا مع بعضهم، دائما بسأل حالي يا ترى ما بده يخف المشاكل والغيرة والحسد وكل الحالات السلبية، ورح تتحول الحياة لطاقة إيجابية، لأنه أنت بدك توجه كل طاقاتك في حيث أنك تعبر عن نفسك بدون ما تحكي، وبالتالي في كتير من عوامل الإيجو بدها تسقط. يعني سؤال افتراض، يعني نحن من حقنا أنه نفترض كل شيء. هلأ دائما ممكن إنسان لما بيحكي بفرضيات يعتبروها هي ضرب من الخيال، والخيال دائما مرتبط عنا بالمستحيل، إنه هاد بيحلم، الحلم والخيال نفس الشيء. لكن أنا بدي أقول لكل السادة اللي عم يسمعونا إنه عباس ابن فرناس يوم تخيل نفسه يطير، نحن هلأ من هذا الوقت اللي هو الآن مش لازم نقول له شكرا لمخيلتك؟ هلأ كيف هو كيف طرنا مش مهم، بس طرنا بالآخر. وهذه الفكرة إجت من حد كان قاعد تحت الشجرة وعم بيراكب الطير وعم بيقول ليش ما أنا بطير، شو بيمنعني؟ دائما نحن لما نحكي بالجوانب الإيجابية يطلق عليها أنه هي المثالية، هي ما أنا مثالية، هي لماذا أو ماذا لو أو لما لا، لما لا، يعني ليش ما نعمل ثورة على كل شيء نحن نحطينا فيه، ونقول يا أخي نحن بدنا ننطلق من الآن لأنه نظرتنا للمستقبل، الماضي مضى، يعني ما في شيء، يعني السيارة لما بتمشي إذا مشيت إلى الخلف معناتها في مشكلة، أما إذا مشيت الأمام فهذا الشكل الطبيعي. فطالما الحياة هي النظرة إلى المستقبل، فإذا لماذا لا نبدأ نحن بخلق شيء مخالف على اللي نقال، ونقول من اليوم نحن قررنا إنه نعمل هيك. هذا نحن ممكن كجيل أكبر نقول إنه ما عاد في وقت، لكن في وقت، طالما إنه في جيل شباب هن أولادنا فمعناتها في وقت، دائما الوقت موجود بفرصة الولادة. الفرصة الولادة هي إكمال ما أنت ما استطعت تكمله فبتعطيه لابنك لأنه يكمله، ولكن على أساس أنه يكون مبني صحيح. فأولا لازم نعترف أنه نحن ما عنا عاطفة، نحن العاطفة ننظر لها باستخفاف وعدم احترام، نحن لا نحترم العواطف، والدليل أنه الإنسان المسالم العاطفي دائما مداس، منداس عليه دائما، بينما الإنسان الماكر يلي بيعمل خطط وبيجيك من حيث تأكل الكتف بتلاقي في عنا حالة احترام، هي مش احترام بمعنى الاحترام، وإنما هي حالة يعني خشية. ليه؟ لأنه هذا يعني أفكاره ممكن تحاصرني، ممكن تحطني في خانة أنا ما أقدر أتحرك، بينما العاطفي دائما بتلاقي منافذ له دائما مفتوحة، كل أبوابه مشرعة، ولذلك نستخف ونخشى صاحب الذكاء. هو مكر، هو استغلال، هو أي شيء، ولكن في نوع من الرهبة تجاهه. بالنهاية برجع وبقول إنه نحن في النهاية نحكي وجهات نظر، لأنه محتاجين إنه نحن نتخاطب مع بعض. إذا كان هذا الإنترنت اختصر المسافات ليقربنا من بعض، فخلينا نحكي كل واحد اللي بقلبه، وهيك على بلاطة عسى ولعل نقدر نعمل قاعدة جديدة نتلاقى فيها بحب، باحترام، باحترام. الاحترام مهم، ونحن ناس ما بنعرف نحترم، لأنه أصلاً مفهومنا للاحترام مرتبط بالإيجو. يعني إذا واحد غني وأنا فقير فبدي احترمه، علماً أنا ما بحترمه ولكن مضطر احترمه، هذا الاضطرار عم يسرقني من ذاتي الحقيقية، عم يسرق عاطفتي مني، وفيما بعد بلاقي حالي أنا عبارة عن واحد عم بعمل التبجيلات لأعمل على الأقل فيما بعد 1% تبجيل لذاتي من الآخر، ولكن هذا كله على حساب العاطفة. العاطفة هي شيء مهم، الإحساس، المشاعر. حتى أنا مرات بقول إنه لازم هاي الأديان نلغيها باسم فلان وعلتان ونعمل دين اسمه دين الإحساس.
هلا بده يقوم علي كثير ناس، انا اسفه احترم كل تبعياتكم الدينيه، احترمها جدا جدا ومن قلبي بقول هذا الشيء، ولكن هي وجهه نظري، ارجوكم انه تتقبلوها مني ولا تحكموا علي، لاني انا احترمكم ثم احبكم، رغم اني ما بعرف اسماءكم، ما بعرف اشكالكم، ولكن بعرف انه فيكم انسان، وهذا كفيل بانه احترمكم. على فكره لو سمحت لي قبل ما نكمل، أنا مدينة باعتذار ل سامحني سامحني قبل ما تعتذر، سامحني خليني نرجع على بعض النقاط ومن بعد خلي لك الاعتذار. تفضل. على مسألة الدين، الإنسان كما قال ابن عربي ديني دين الحب، يعني هو عبارة على دين يعني الإحساس أو دين الإنسانية. أما حول ما يسمى بالصوم عن الكلام، وهي يعني من العبادات أو من التركيزات اللي موجودة، حتى ان في القران موجوده اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، يعني كلمه مريم. ثم اعود الى مساله بسيطه هي الخوف. احنا دائما، معناتها انت قلت الخوف ليس عاطفه لكن يدخل في مجال الاحساس، وهناك ثم مشكله من بين الاحساس والعاطفه. وفي علم النفس يعني يعتبر ان الخوف هو سيد الاحاسيس، فهمت؟ يعني حاجه قولي انت مثلا، الطفل الصغير لا يحس، لا يخاف من الثعبان، لانه لم يجرب، لان الخوف يتكون مع التجربه. على كل حال انا حبيت هنا نقول حاجه بسيطه ومن بعد نعطيك الكلمه. الاختلاف الموجود لهذا معناته يجب سماع الكل، ما عادش نقولوا معناته لازم نسمعوا طرف واحد، جهه واحده. فكره الرب الواحد، الكتاب الواحد، الدين الواحد، هذا شيء يعني غير معناتها مقبول. لو هناك دين عالمي بالفعل يجب أن يكون دين فردي، يعني كل إنسان له دينه، كل إنسان له رب، لو يريد أن يكون له رب، لأن التنوع ثروة بشرية ليس للفرد فقط وإنما للوجود كله. الشعور والفكر هو الذي يخلق التوازن، معناتها من بين ما يسمى الحس والفكر، وهذا طبعا نتكلم عليه. نرجع لفكره عباس ابن فرناس ونعطيك الكلمه بتاعك. تعرف من هو معناتها عباس ابن فرناس؟ ياسر ما يعرفوهش، يقولوا انه عربي. هو ليس عربي، هو في الاندلس، وهو امازيغي، تمام. ويقول انه امازيغي ومعروف، ولقب فرناس معروف في المغرب والجزائر اليوم، وهي عائله كبيره امازيغيه. ونعطيك الكلمة. تمام. أنا كنت من خلال اعتذاري وتقصدت أنه جيب المثال بعباس بن فرناس كنوع من حبة السكرة اللي قدمها للشعب الأمازيغي، يلي أنا طبعا آسفة جدا، أنا جاهلة، وشكرا للفت انتباهي لأنه هي معلومة مهمة، وأنا طبعا بوجه لهم كل الحب والاحترام، وأعتذر إذا سقط جهلاً مني في الحلقة السابقة عن التسمية، فأنا أعتذر جداً، ولكم مني كل الحب، وبتمنى إنه استشهادي بعباس ابن فرناس كان مفهوم بالنسبة ليكم، لأنه هو كان عبارة عن شوكولا بقدمها للشعب الأمازيغي، فكل الحب. شكراً لنا. المشكل اللي الشرق يجهل كثير عن الغرب، نقصد الغرب يعني ما يسمى بالغرب الإسلامي، رغم أن الغرب الإسلامي يعلم كل شيء عن الشرق، وهذا مع التقصير من جانب الشرق. أنا ما بعتقد تقصير من جانب الشرق، بعتبر أنه التقصير من جانب الغرب، لأنه دائما أنت لازم تعمل ترويج. يعني أنا بحس أنه في الشرق كان دائما في نوع من التغييب للغرب، يعني دائما كانوا يلتقوا فيهم بأنه هن الشعب الفرنسي مش الشعب حتى العربي يعني. فلذلك بتلاقي أنه فعلا يعني هيك معلومة، أنا حقيقة يعني خجلت من حالي، بس قلت أنه طيب ما بعرف، ببساطة جديدة أنه ما بعرف. أنا قلت فيوم قريت التعليق في الفيديو من أحدهم عم بيقول إذا حبينا أنه نحترمك فبتقولي الشعب الأمازيغي، فبقول له يا أخي أنا أحترمك سواء كنت أمازيغي أو غير أمازيغي،
ولكونك احسست انه انت بحاجه لانه اعتذر لك، فانا اعتذر من كل قلبي طبعا، وهذا ناتج عن جهلي على فكره. بالفعل المشكلة معناتها كما قلت لك، يعني فما مش عباس بن فرناس وحده، مثلا عندك ابن منظور اللي كاتب لسان العرب اللي هو أمازيغي 100% ومعروف أمازيغي، وكثير جدا مما ينسب للعرب وهو ليس له علاقة بالعرب سوى من الأمازيغ أو من على كل الشعوب. عفوا، نحن لما بنحكي عن العروبة بنحكي عنها كثقافة، مش بنحكي عنها كقوميات، وهذا الشيء كثير مهم إنه نوضحه. أنا في الحقيقة لا أعتبر أن هناك ثقافة فهمت عربية، وإنما هناك لغة عربية وهي لغة ميتة، لأن لا أحد يتكلم العربية، فهي مثل اللاتينية. اللاتينية لغة لا تتكلمها الأم، وليس هناك أي إنسان، يعني العربية الفصحى لا أتكلم عن لهجات، اللهجات موجودة، أما بالنسبة للغة العربية الفصحى هي لغة ميتة مثل اللاتينية، لأن لا أحد يولد وأمه تقول له اذهب إلى السوق اشتري يا بني، مستحيل. يعني هي لغة ميتة كلغة فصحى، أما كدارجة طبعا. علاش مثلا الشرقيين ما يفهموش المغاربة وما يفهموش الجزائرية وما يفهموش التوانسة؟ الشرقيين يظنوا ان احنا نستعمل كثير كلمات فرنسية، لا، احنا نستعمل كثير كلمات أمازيغية في كلامنا. وتنقولوا العلوش، العلوش هي كلمة أمازيغية، أنتم ما تقولوا الخروف. مثلا أنا في صغري يقولوا لي مثلا الفكرون، وتدخلت للمدرسة اضطريت يعني نضيع عامين باش نتعلم اللغة العربية باش يقولوا لي اللي هو السلحفاة أو الشلاغم مثلا. أنتم ما تسميوها الشنب، العربية الفصحى شنب، بينما باللغة بتاعي الأمازيغية هي الشلاغم. المهم هذا بين قوسين، ومعناتها واعتذارك مقبول، وانا لم اعلق على قولك المغرب العربي شكرا لاني لك، شكرا طبعا، كنت شكرا. انا كثير اعرف بشكر نيته، تهذيبك، اعرف شكرا نيته. تهذيبك. اوكي بالنسبه بس تعليق سريع، هو ما له علاقه بالعنوان، ولكن انا بعتقد انه مش مهم نحن شو عم نحكي، المهم لما اسمعك احسك اكثر ما انه اصغي او اسمعك، لانه الاصغاء له علاقه في القلب، فاذا هو بحس كلامك، الكلام له ايقاع، فانا احسك مش بسمعك لحتى يعني الكلام يطفو، يعني الكلام متى خرج من فمك فهو يأكله الهواء، لكن الإحساس يبقى في قلبي، يعني لا يبقى من حديثك معي إلا ما أحسسته، سواء كنت عم تحكي أمازيغي، عربي، فرنسي، شو ما كان، شو ما كان، المهم حسك، هذا مهم كثير. اوكي نواصل الموضوع بتاعنا، شكرا على كل حال. ولكن اللي حبيت نقوله ان الشعور او الحس والفكر هم الذي يخلقون التوازن عند الانسان او عند اي شيء في هذا الوجود مهما كان، والحس يسبق الفكر. صحيح ان بعض الاديان او اغلب الاديان السماوية تتكلم وتقول ان في الاول كانت الفكرة او في الاول كان القلم، بينما في الغنوصية نجد هناك فكرة مشابهة لها ولكن بطريقة أخرى، حيث تقول إن في البدء كان الحس ومن الحس ظهر الوجود، لأن الوجود هذا يعتبر واجب الوجود، ولو لم يحس لما ظهرت الفكرة ولما ظهر القلم. طبعا هوني تشبيه بين ما يسمى فكرة إن في الأول كانت الفكرة أو في الأول كان الحس. وهذا يعود للكلام بتاعك إن العاطفة جدا مهمة وهي تسبق الفكرة، ولهذا الذكاء العاطفي أو الحسي قد يكون أهم من الذكاء الفكري، لأنه يحافظ على الشيء كما هو في الأصل أو كما هو قادم من العدم. طبعا هذا معناتها بصفة عامة، وإحنا في الحقيقة كل مراحل وجودنا، سواء أنت قلت يعني من الولادة بتاعنا، أنا بل أذهب أكثر من ذلك، منذ أن بدأ ما يسمى بالانفجار الأول قبل أكثر من 13 مليار سنة، ونحن نفوس نتقلب في المادة ونتأثر بما هو موجود حولنا من موجودات، وهذا كله
يجعل لنا مخزونا عاطفيا وحسيا، سواء ما يسمى بالحرارة أو البرد أو النور أو الظلام، وكل هذه ما يسمى بالمظاهر المادية لها أحاسيس علينا. ليس الإنسان كما يبدأ في النور أو في الشمس كما يبدأ في الظلام، هناك فرق ويختلف الإحساس. ولهذا مثلا يقال إن مثلا الإنسان عندما يريد أن يحس يغمض عينيه، لأنه يعود للأصل بتاعه الأول اللي هو ما يسمى العدم. إذا لهذا وصلنا تو تقريبا معناتها للنقطة العملية للموضوع. يجب على الإنسان أن يعرف أحاسيسه ويفهم تصرفاته، مثل ما عندما تشعر بالخوف، فأنا نرجع نعود لمسألة الخوف، لأن الخوف هي من أقوى المشاعر، والخوف هي الآن قاعدين يستعملوا فيها على مسألة كورونا باش يحبسوا الناس في منازلهم، والخوف هي الذي اعتمدت عليه كل الأديان السماوية وغير السماوية. الخوف هو إحساس، بغض النظر كل واحد كيفاش ينظر إليه، هو سيد الأحاسيس الموجودة. عندما نكون في حالة خوف يمكن أن نتصرف بتصرف غلط، وهذا ليس الخوف فقط بل كل المشاعر نتيجة لهذا. معناتها نعتبر الإنسان لا يجب أن يتصرف وهو في حالة شعور، لأن نقسم دائما الأحاسيس إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي الحالة الفعلية للحس، يعني عندما تحس الحاجة. ولهذا ينصح كثير من علماء النفس إن عندما تحس بحاجة معينة، سواء كانت حب، سواء كانت كره، سواء كانت خوف، سواء كانت أي إحساس من الأحاسيس، إن الإنسان يراجع نفسه ويقف لحظة مع نفسه ويشوف كيفاش هو يتصرف، سواء من الناحية الكلامية، سواء من الناحية الحركية، سواء من ناحية ردود الفعل. بهذه الطريقة نجم تكون عندك ورقة وستيلو، أنت تبدأ مثلا فرحان ولا تبدأ غاضب، تشوف روحك وتراقب روحك. لأن كيما نعرف أفكارنا، خطر شنو هو الذكاء؟ الذكاء هو تحليل، الذكاء العقلي هو تحليل أفكار. نفس الشيء الذكاء العاطفي هو تحليل أحاسيس. يعني كل إنسان عنده تصرف خاص وعندما يكون في حالة عاطفية أو في حالة شعورية قوية، والتصرف الغالط قد يؤدي إلى الغباء. وأعود لنفس القصة اللي ذكرتها واللي هي جدا مهمة، هو إن فهم أشخاص يستغلون ما يسمى عاطفة الآخرين لكي يستغلوهم. ويعتبر الدين أو الأديان أو المعتقدات أو الساكت أو كلها ما هذه الأمور إنها تعتمد على المخزون العاطفي لدى البشر، وهذا جدا مهم جدا مهم. والتصرف السريع، ما يسمى ردة الفعل السريعة وانت في حالة عاطفية، قد تؤدي يا إما للغباء أو إلى تصرف متهور. ما رأيك في هذه النقطة، في مسألة نقطتين مهمين معناتها لونا معناتها نحب نعرف رأيك فيهم؟ هي النقطة الأولى، يعني هل يجب أن نراقب عواطفنا أم نخليها سائبة؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل عندما نكون في حالة عاطفية معينة مثل مثلا الحب، أن نصرح بعاطفتنا بسرعة أو يجب أن نتريث حتى نعقل تلك العاطفة؟ أرجو أن أعرف رأيك في هذا الموضوع. طيب، أنا بس بوافقك على الشيء اللي قلته بالسابق، بس بدي أعمل نقطة نظام بالنسبة للخوف. الخوف كعاطفة هو مرتبط جدا بالحساسية، يعني أنا أخاف أن أتكلم فأجرح مشاعرك، أنا أخاف أن لا أعطيك حقك في شيء معين، أنا أخاف أن أفعل شيء فيفهم غلط عندك. هذا خوف عاطفي سامي. أما الشيء اللي عم تحكي عن الخوف الثاني هو الترهيب. في فرق بين الخوف والترهيب. يعني كل الصور اللي بتتقدم تحت تسمية الخوف يقولوا لك تخاف من الله، لا، هذا ترهيب. ليه؟ لأنه في عقاب. بتخاف من الحكومة لأنه في ترهيب بأنه في سجن، في قتل، في 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 في
بتخاف من والدك لأنه ممكن يعاقبك، يزتك برا البيت. الترهيب غير الخوف، هي نقطة مهمة جدا جدا جدا. واحد. اثنين، أنا بقول إنه في أي مجال من مجالات الحياة المتعلقة بالذكاء يعني بالفكر والعاطفة يعني القلب، في أي شيء بدك تعمله دائما حط نفسك طرف ثالث، يعني اطلع من الحلقة اللي هي أنت والآخرين وشاهد الموقف كحد حيادي مالك طرف. هون رح تصير الرؤية عندك واضحة تماما. ليه؟ رح تعرف تماما أنت وين من كل هذه الدائرة، وبالتالي يوم ترجع له بتكون بتقدم نفسك صح، وبتأخذ من الآخر ما تنتظره وما تستحقه، ما تستحقه، أو قد تأخذ من الآخر ما تريد أن تأخذه سواء كنت تستحقه أو لا تستحقه. عملية المحاكمة يجب أن تبدأ من ذاتك ثم للآخر، في الحب، في الكره، في كل أنواع المعاني. التضاد ضروري ضروري ضروري، يعني يعني الشر بنفس قيمة الخير، لأنه لولا الشر أنا ما بعرف هذا خير، ولولا الخير ما بعرف إنه هذا شر، فإذا هن بقيمة بعضهم. فالقرار هو حريتك الشخصية المسؤول أنت عنها، إما أن تكون تابع أو تكون سيد نفسك. نقطة، انتهى. هذا اللي عندي. هل نتصرف واحنا احنا قلنا ان الاحاسيس او العواطف تمر بثلاثة مراحل مهمة. صحيح. المرحلة الاولى هي المرحلة الفعلية، يعني عندما تكون انت تحس. المرحلة الثانية هي المرحلة الفكرية، عندما الحس يتحول الى منطق او تعقل. ثم المرحلة الثالثة هو ان العاطفة تتحول الى اللاوعي والنسيان. هل طبعا الاختلاف اللي موجود بين الباحثين في مسألة العواطف أو الأحاسيس، يقولون إنه يجب التصرف عندما يتحول الحس إلى فكرة وتعقل، وهذا نجده حتى في الأمثلة الشعبية. يقول لك بالفرنساوية، فهمت، لا نوي بورت كونساي، يعني الليل يخليك توصل الفكرة واضحة، ما لازمكش تتسرع بسرعة. وهي في الحقيقة مش مسألة الليل، الليل لا يقدم لك أي نصيحة، ولكن عندما لا تتصرف في الخطر دي نقطة مهمة، عندما لا تتصرف وأنت في حالة غضب أو في حالة حب أو في حالة كره، أحسن شيء أنك تخلي الأمور تهدأ شوية ثم تتصرف. وهذا نوع من الذكاء العاطفي في الحقيقة. هي مثل الإنسان مثلا إذا عنده أفكار ويتلقى إلى كلام ويستنى حتى لين ينظم الأفكار بتاعه في مخه قبل ما يحل فمه. إذا خليني نكمل النقطة هذه ونخلي لك معناتها، خاطر احنا الآن يعني باش نوصلوا إلى نهاية الحلقة، ويمكن المستمع يقول لك شنو هو الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي معناتها من التصنيفات بتاعه المهمة أنك ما تخليش العاطفة بتاعك، أو تنقولوا ما تخليش العاطفة بتاعك تغلب عليك، مش مقصود أنك تلغي العاطفة بتاعك، وإنما لازمك تخلي العاطفة متاعك تطبخ على نار هادئة وتتحول إلى فكرة. هذا هو المقصود. والمراحل اللي حكيت عنها الثلاثة هي عمليا الشعور، التفكير، الفعل. أنا اللي بقول أنه أنت كتكوين أساسك الهيكل، هذا الهيكل هو يحملك، يحمل المادة فيك اللي هي الأعصاب والعضلات والأعضاء والجلد، ويحمل الروح اللي هي الفكر والشعور اللي هن مترابطين مع بعضهم. لا يمكن يعني بمجرد أن نقول الذكاء العاطفي فإذا نحن نتحدث عن الشعور والتفكير معا. لذلك احترم عواطفك، اتقبلها، لا تحكم عليها ولا تعطيها أي صفة إنه هي لا بجوز وما بجوز، ولا تحطها بالميزان، لا تحطها في معيار الموروث أو المتعارف عليه. الميزان هو أنت، أنت الحكم، أنت هيكل التفكير والشعور. فلما بتحس لازم تعرف أنه إحساسك هو صح، وإنما تفكيرك عم بيتلاعب على إحساسك لأنه عم بيحسب بمعايير المتعارف عليه. وعلى فكرة الإنسان اللي زي يتبع عاطفته أو حدسه
هو قادر على أن يقرأ بسهولة الآخرين، جدا 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 جدا. يمكن يقع في الخطأ، لأن الحس ما في شيء يمس. اسمه خطأ، لأنه حتى الخطأ اللي عم بتسميه خطأ هو معرفة، طبعا لأنه أنت يوم حكمت على شيء ودخلت وما نجحت فيه، أنت ما نجحت فيه حسب حساباتك، ولكن تعلمت منه أنه في هذه الحسابات ما بتزبط هيك. فأنت ما في شيء اسمه خطأ، ما في شيء اسمه خسارة، أنت دائما مستفيد، أنت دائما مستفيد إذا بدك تاخذ كل تجاربك. لأنه شو حياتنا نحن؟ حياتنا عبارة عن محاولات، طبعا محاولات، الحياة تجربة. محاولات. فهذه المحاولات لا يمكن أن تكون محكومة بالنجاح، ولا يمكن أن تكون بشكل مطلق، ولا يمكن أن تكون محكومة بالفشل بشكل مطلق. حياتك فيها محطات ناجحة ومحطات خاسرة، فيها فوق وتحت، فيها وتحت، يعني في هذا اللي بيعمل توازن. يعني ما بنقدر نحن نعيش على أحادية شيء، يعني شيء واحد فقط، لازم يكون في شوية كونترست. يعني كل الناس بتحب السسبنس، بس هذا السسبنس يكون ما يكون على حساب شيء آخر مهم، وبعدين فيما بعد نبني عليه بأنه هو الصح وما بني عليه هو غلط. ما في شيء بدون أساس، الأساس هو أساس كل شيء، الأساس المتين مهم. الأساس على فكرة هو بناء لفوق أو إنك ممكن لتحت، لأنه لما بتحفر أنت عم تحفر لتعمل الأساس، وكمان بنفس المعنى إنه فيه دمار، دمار ليكون هناك بناء. بالنهاية أنا بقول ببساطة جدا جدا، الذكاء العاطفي هو عقلك وقلبك، هو تفكيرك وعواطفك، وأنت بين هذين الاثنين، فأين تختار؟ هذه حريتك ومسؤوليتك، وقف عن الكومبلينينج، يعني الملامة، قف عن ملامة الحياة والمجتمع ما بعرف شو، والحكومات والقوانين. لا 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 حبيبي، انت اذا كنت صح مع حالك ما حدا بيقدر يستعبدك. طبعا طبعا هذا معناتها هذه الخلاصه هي في الحقيقه معناتها انا حبيت نعرج على نقطه مهمه معناتها في علم النفس، عندما يفسرون معناتها بعض الاشخاص يكونون في حاله عدم توازن. اطلعت يعني على بعض الدراسات في هذا الموضوع، ان الانسان عندما يعيش عاطفه معينه مهما كانت العاطفه هذه ويحاول أن يدفنها في الداخل متاعه، خاطر احنا نلاحظوا حتى الأديان دائما خاصة الأديان السماوية تحارب العاطفة، يعني تقول لك لازم يعتبرها حتى أنها من الشيطان، وهذا خطأ كبير جدا. يعني يقول لك وسوست الشيطان، وسوس لك الشيطان، يعني يقارنون العاطفة بوسوسة الشيطان. في علم النفس يقول لك عندما تعيش عاطفة معينة ولا تحولها إلى فعل، فإنه تنساها وتدفنها في اللاوعي متاعك، شنو يوقع لك؟ يوقع لك في الحقيقة عملية كما نقوله احنا المثل، يعني جرح في الداخل متاعك. خاطر احنا في الوجود هذا من اللي نتولد، انت كما قلت من اللي نتولد، يعني نعيش نوع من الدكتاتورية الواضحة، وهذا يحولنا في الداخل متاعنا إلى أحاسيس مكبوتة، ودفن هذه الأحاسيس دون تحقيقها أو دون التعبير عليها، شنو يوقع؟ يوقع ما يسمى بالجروح. ونتذكر هوني قولة فارسية، هي تقول زخم شمشير نيرواد، زخم زبان، يعني جرح السيف يروح ولكن جرح اللسان عمره ما يروح. ولكن رغم اللي هذه الفكرة يعني غالطة، خطر حتى جرح السيف في الحقيقة نجم نعالجه ولكن ما يروحش، يبقى موجود. وكان نضرب أنا في اللوح أو في الخشب مسمار، يمكن أن ننحي المسمار من الحيط أو من الخشب ونعالج هذاك الشيء، ولكن الجرح يبقى موجود ما يتنساش. فلهذا البعض يتصور أن الغفران أو الرضا على النفس ليس للطرف المقابل، وإنما لكنتي باش تتصالح مع نفسك. ان احنا نعتبر، وانت قلتها في اول فيديو، ان الذهاب لطبيب النفسي يعتبر انسان مجنون، وهذا غير صحيح، لان الطبيب النفسي يساعدك على استخراج هذه الجروح القديمه من الطفوله، ويحاول باش يعمل لك مصالحه. ما لازمش يكون عندك فكره ندم، كما قلت ايضا ان التجربه ولو حتى ان كانت خاطئه فهي تجربه يمكن ان نستفيد منها. وهذا يعني نختم به معناتها الكلام هذا، قولة ألمانية معروفة تقول
إن الدمعة في العين هي جرح في القلب، يعني مع تأثير كل شيء. صحيح. هذاك علاش أنا أقول إن في حالة إنك تحس بأي إحساس، خذ ورقة وستيلو واكتب شنو حسيت، واكتب كيفاش تصرفت، سواء تصرفت في الكلام أو تصرفت حتى الكلام اللي في داخل مخك، وكيفاش في بعض الأحيان تنجم تعمل حركة معينة. فما أشخاص يعملون حركات معينة في حالة الفرح أو في حالة الغضب، كما مثلا الكلب عندما يفرح يحرك الذيل نتاعو، بعبوس واحنا نسميه بالتونسي، يحرك الذيل نتاعو. إذا حاول باش تراقب نفسك، باش تنمي الذكاء العاطفي نتاعك وقويه وترده، معناتها يخدم المصلحة نتاعك. نرجع للنقطة الأخيرة ونعطيك الكلمة، لأن قتل العواطف هو قتل للإنسان وقتل للوجود، لأن ما هذا الوجود إلا تعبير على عاطفة وأحاسيس العدم. لو لك الكلمة تفضل لونها. بالإنجليزية بيقولوا I don't forget, I forgive but not forget. أنا بسامح لكن لا أنسى. لا أنسى مش من باب اللؤم وإنما من باب التذكير. التذكير لأنه هذه الذاكرة مهمة جدا. الإنسان عبارة عن مجموعة ذكريات وتصالحه مع هذه الذكريات سواء كانت مؤلمة أو مفرحة. اللي بدي أقوله في النهاية أنه أنت تستطيع أن تكون عيادة نفسك النفسية، والآن بوجود هذا الموبايلات في خدمة تسجيل الصوت، فأنا أنصح كل إنسان وخذوها من أختكم بأنه يحاول يسجل لنفسه كل أحاسيسه حتى لو كانت أبشع الأحاسيس وهو عارف أنه أبشع، يسجلها لأنه بالنهاية بعد ما يسجل وياخذ مدى وهو عم يشتغل هو وين بأي مكان عم يعمل أي حركة يسمع حاله، يسمع حاله، يسمعها مرة وتنتين وثلاثة وأربعة، يسمعها في أوقات مختلفة وبحالاته العاطفية أو حالاته الإحساسية المختلفة. لما حتسمع نفسك رح تكتشف نفسك، رح فعلا تشوف زوايا أنت ما كنت عارف أنه أصلا موجودة عندك، لأنه بتكون أنت الحكم والمحكوم، ما حدا بيقدر يحكم عليك بنفسك، أنت نفسك، لأنه بده يكون هي محكمة النفس والذات مع الإيجو. أنا أنصح كل إنسان بأنه يسجل لنفسه كل ما يخطر على باله ويسمعه في أوقات مختلفة. نحن ما بنسمع حالنا، نحن نستخدم صوتنا فقط لنحكي مع الآخر، واللي بيحكي مع حاله بيتراجع فوراً مشان ما يظن أنه هو صار عنده جنون، علماً أنه نحن بنمارسه. لكن كتير مهم أنه نسمع حالنا، نسمع نحن كيف بنحكي، حتى بننتبه على طبقات صوتنا، حتى مننتبه انه النبرات وين عم تعلى وين عم تنزل. هذه التفاصيل الصغيره ونحن عم نسمع تسجيل لنفسنا كتير عامل مهم ومعالج لك، معالج جدا 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 جدا. وانا احكيها عن تجربه، فتجربتي المتواضعه بقدمها لاي حد بيحب يساويها، وبتمنى بتمنى فعلا انه يصيبنا الشفاء، يصيب الشفاء هذا العالم، عالم الارض، لانه عالم جميل خلق لايقونه اسم الإنسان. شكرا كثير كريم، أنا كثير دائما ممنونة لتحتي الفرصة بأنه أتشارك معك في هذه الدردشة ومع كل اللي بتابعوا قناتك، وكل الحب لهم. شكرا، شكرا أيضا لك أنت على المشاركة في هذا الحوار المهم. والتسجيل أو الكتابة أو حتى التسجيل الصورة، يعني بالصورة بالكاميرا، يعني يساعد أيضا على مراقبة تمام. حركاتك. صحيح. وأعلم شيء أنك أنت صورة نفسك، فلهذا في بعض الأحيان تنظر إلى نفسك في المرآة تقول أنا أجمل إنسان في العالم، وساعات تنظر روحك في المرآة تقول أنا أخيب إنسان في العالم. فهذاك تعبير على الحالة النفسية التي أنت عليها. على قدر ما تحسن الحالة النفسية متاعك، تصور كيما تشوف روحك في المراية يشوفوك الناس. يعني كان شفت روحك خايب راهو الناس باش تشوفك خايب، كان شفت روحك باهي راهو الناس باش تشوفك باهي. هذا معناتها مسألة واضحة ومعروفة. وأختم هذه الفيديو بقولة قالها لي أحد المعلمين متاعي واللي ما ننساهاش، هي قال لي خوذ ديما مواعيد مع نفسك. قال لي خوذ مواعيد مع نفسك، علاش ديما تاخذ المواعيد مع الناس وعمرك ما تاخذ
موعد مع نفسك باش تحكي معاها وتشوفها كما هي. شكرا تمام. للجميع، شكرا لونا، شكرا لكل المستمعين، ومع فيديو قادم، وبالسلامة. سلام. Thank you.